أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء تبسمه اليوم منطقة عسير بالألق والنجاح والإنجاز. واليوم نحن نشهد ميلادا ناصعا لجامعة الملك خالد، إعلان جاهزية مشاريع الجامعة للتدشين. سوف أعرض أمامكم حالة 29 مشروعا قامت عليها الجامعة. سأعرض معلومات عامة عن مشروعات المدينة الجامعية، ثم سأعرض معلومات عن كل مشروع. هذا مخطط الموقع العام للمدينة الجامعية، موجودة فيه جميع الكتل. إلا تقدر عيش الطموح، إلا تقدر. اليوم رسمتم نموذجاً ناجحاً للتعاون والتكامل لخدمة أهالي المنطقة وتسريع وصول الجامعة وجميع مشاريعها للمواطن بالسرعة والجودة والكفاءة التي يطمح لها أهالي المنطقة. اليوم العمل يسابق بعضه بعضا بهذا المنجز الكبير. سمو ولي العهد أمرني وقال: انهي هذا المشروع فورا، ولك كل الصلاحيات لإتمام ذلك. محمد بن سلمان. عندما أصدر الأمر حصنه بثلاث: حصنه بالصلاحية، حصنه بالدعم، وحصنه بالتحفيز. والآن نعلن جاهزية هذا المشروع يا سيدي للتدشين.